مدة 25 سنة هكا هاد السيد هذا ملي جا هو قهرنا وكيقطع لنا في الأجرة ديالنا، ودابا وقف لنا خلاص ديالنا من شهر 8. وهاد السيد هذا قلع علينا العافية نيشان، وما عندنا حنا ما ناكلو وما نصرفو. شهر 8 وشهر 9 ما تخلصناش فيه، دابا كيقول لك تسني التزام على ورقة بيضاء ما عرفناش شنو فيها. شكون هو هذا اللي ما باش يخلصكم؟ مندوب الإنعاش الوطني عبد الجبار الصديق هو اللي يدير معانا هاد العنف وهاد الشيء هذا بلا قانون. وحنا ما عرفناش، انا دابا خدمت في الانعاش مده 25 سنه، وانا دخلت بلاصه با وبنا الله يرحمه خلى لي الام ديالي مريضه، وانا اللي كنصرف عليها ونزيد دراري ولادي تزادوا تما، وانا كبرت تما. وهاد السيد هذا دابا جا يجري عليا. عندك شي ولاد السي مصطفى؟ عندي جوج بنيتات في مقتضى العمر ومراد، وانا مريض وعندي بنت مريضه بالقلب والمراه مريضه بالسكر. وهذا الشيء هذا اللي كنقول راه بالوراق ديالو وكل شيء، كنطلب من المسؤولين يوقفوا بجنبنا ويشوفوا حالنا. وراه عيب هذا الشيء هذا اللي كيدير هذا السيد هذا ملي جا هو البلاد ديالنا الى الورى والفساد. وكنطلبوا من جلاله الملك الا كان يشوفنا وكيسمعنا يدخل التدخل السريع، لاننا عينا وتقهرنا وحنا في بلادنا المغرب. هاد الشيء هذا مستحيل، ما يتحملوش العقل كاع. الله اكبر، ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، الله اكبر. تجو الاخ سي محمد كذلك ومثلته هو نفس المشكل. حسين عبد الله من قنزرة، 11 سنة ونفس السب ديال قنزرة عسيس تما. دابا جا هاد السيد قال لي طلع تخدم هنا بالمندوب، خدم هنا في خميسة. كندير انا في الكورونا 12 ميال نهار، وانا 12 ميال نهار فايت السالير ديالي اللي كنربح معاه، وما بغاش دابا في الاخر قال لي تسمي على الورقه البيضاء ولا ما نقطع لكم الخلاص ديالكم. وديجا كان كيجي يخلصنا الورقه فيها السالير ديالي مكمول، ملي كنجي عند الخلاص تنقص ليا الفلوس. مي تنهضر تيقول لك راه ما كتجوش بكري، انا كنجي من القنزره حتى الخميسه ترونسبور والو، ملي كيجي كيقطع ليا دايما كيقطع ليا 4000 5000 في الشهر، ناقص على الشهر وفي لاكارت ديال الخلاص كامله السالير ديالي كله في لاكارت، وتنقص لي 4000 5000. ودابا قال لي تسمي على ورقه بيضاء ديال التزام، تسمي عليه ورقه بيضاء على من كنتسمي والله اعلم، ما بغيناش نسميو ليه. دابا شهرين هادي وقت علينا الخلاص. زعما علاش تيدير معكم هاد الشيء بالضبط؟ فاهم شي حاجه؟ باغي يدخل شي ناس في الليل خلاصتنا ولا ما عرفش شنو اللي باغي يدير. هادشي حنا ما بينا وبين حتى حاجه، الله كيما جا دار معنا هادشي. شحال هادي هو باش جا لنا؟ بشحال؟ عام وشي عام وثلاث شهور ولا عام وربع شهور هو تيدير لنا دخلنا تيطلعنا ويهبطنا. هذا شهرين هادي والدخول المدرسي حنا الغالب الله حاسبي الله ونعم الوكيل. ما عندنا والو، الدراري ولادنا باغيين يقراو في السواق في المكتوبه، ما لقينا باش نشرب حتى شي حاجه. علاش جيتي اعتصمتي هنا حدا باب العماله؟ ربما شي واحد يجي يحل لنا هذا المشكل، حتى واحد في هذه العماله ما بغى يخرج عندك. درنا جميع الطلبات اللي سيد العامل درناهم للرباط درناهم، كنكتبوا الطلبات ديالنا حتى واحد ما استقبلنا، كلشي اللي بيبان تسدوا بوجهنا. دابا حنا كنطالبوا جلاله الملك الا شاف هذا الفيديو هذا يحاول يحل هذا المشكل، راه حنا توقينا في الجوع. راه شهرين لا اله الا الله ما كاينش يتنا والو، شهرين دابا حنا واقفين راه كنسعوا غير الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وانت الاخ اخي ديالي مرحبا. انا من جماعة حود الران، كنخدم في جماعة حود الران. فاش جات السيد هذا جا عندي، جابني هنا للخميسات، من الخميسات داني الواد بيت، من واد بيت قال لي تمشي لليتيادين، انا ما بغيتش نمشي لليتيادين، انت تقفص علينا السيد بزاف بزاف، غادي يخلي لنا لا طفيله لا جوج لا هادي. جيت هضرت يقول لك فوت العمل فوت الرباط. المهم قهرنا حنا هاد السيد هذا، هاد السيد هذا قهرنا بزاف، هو وديك الكاتبه ديالو سميه هما اللي تيديروا لنا هاد الحالات هادو. حنا قهرونا بزاف، دابا راه شهرين هادي ما خلصوناش، قال لك تسني واحد الالتزام واحد الورقه بيضاء، حنا ما قاريينش ما عرفناش شنو تما. تدير انت لا نوفيت من الجمعه لليتيادين؟ كندير لا نوفيت من الجمعه للخميسات. الخميسات عاد داني الواد بهت، الواد بهت 18 كيلومتر راه تمشي على رجليا. شحال عندك الصالير اخويا العزيز؟ عندي 36000. الله اكبر الله اكبر. وفيها 1000 درهم ديال الكرا لا الماء بلا الضوء. لا راه لقينا الغالب والله، هذا السيد هذا راه كدا لينا رزقنا ورزق ولادنا، دعينا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الاخوان اخواتي هاد الناس هادو اللي فايتين خدامين واحد المده فهاد مع الانعاش الوطني اللي كله مش حال ضرب مع الانعاش الوطني كما تيقولوا هما. جا هاد المندوب هذا اللي مده شي عام وربع شهور تيقهر فيهم اللي ساكن في جماعه حود الران وتيجي حتى
حتى الخميسات، ومن الخميسات تيردوا حتى الواد بعت على مده شي 30 كيلومتر، مده كما تيقولوا هو شهرين، هو تيدي وتيجي فيه هكذا باش ينزعهم وما خلصهم الشهرين ديال 98. وكذلك واحد الاخ من قنزره تا هو، ها هو قدامي هنايا اللي تا هو تيجي من قنزره الخميسات ولا نابيط، وحسبي الله ونعم الوكيل، اللي عندهم في الصالير ما تتعداش 180 الف فرانك، اذن 36 الف ريال وشي صريف. وكذلك هذا الاخ هذا اللي تنعرفه انا حق المعرفه اللي هو ولد حومتي، تنعرفه واحد الانسان مقهور اكبر قهره وعنده وليداته وتيخدم عليهم مده، هو في ديك الجرده ديال اللي تابع المنسدي العماله، اللي خدم فيها مده طويله يمكن حتى 20 عام والصرف، اللي كان هو خدام بلاصه الوالد ديالو الله يرحمه ويسع عليه ويرحم الجميع. ودابا راه تا هو تيتناقدوا به باش ينتزعوا من ديك البلاصه لبلاصه اخرى، وتما تزادوا ولادو وكل شيء. والمهم الله يرحم الوالدين اللي شاف هذا الفيديو هذا، يبارطاجيه لهاد الناس هادو اللي مقهوره وبزاف ديال القرى في هاد مدينه الخميسات، اللي تنشوفوا هاد المسؤولين اللي تا هما اللي تعداوا القانون واكثريه في هاد الوباء هاد الجائحه كورونا، اللي تنشوفوا الانسان مع الهديم مع كل شيء بزاف، واللي وهاد الدرويش كاع اللي مساكين تا هما اللي خدامين تيزوطوا فيهم من قنت لقنت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، انما الله ما هذا الله ظلم، حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمه الاخيره سي مصطفى. الكلمه الاخيره هو كنطلبوا من هذا السيد هذا يخلينا عليه وخلصنا ويعطينا التعويضات ديالنا، الله يعاوننا ويعاونوا كل واحد، الله يجري الصالح ديالو، والا ما بغاش ردعنا الله هو اللي يشد لنا الحق، وعاش الملك. انت سي محمد. الكلمه الاخيره كنطلبوا من السلطه تدخل يردونا للبلاصه اللي حنا خدامين، راه هاد السرير ما تكفيناش باش نديرو لا نافيت، راه عندي 4 ديال الدراري انا و بارك الله بارك الله. السرير ما كفيناش لا ترونسبور اللي غنديرو لا نافيت، الخميسات راه ما كيبقى لينا والو، كنطالبو يردونا لبلايصنا فين خدامين ويخلصنا في هاد الشهرين اللي دابا ضاعت لينا، خاصنا تاع هادشي اللي كنطالبو. وهذا هو حال ابناء خميسات اللي تتعيش في القهره وتتعيش بزاف المشاكل وكثريه في هاد الجائحه. وكما تنقول والله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم على هذه المعامله السيئه اللي تتبقاو تتعاملوا مع هاد الناس في هذه البلاد هذه بالحقره ديالكم وبزاف د الحوايج. انا تنقول لكم من هذا المنبر جمعوا ريوسكم للمواطن، حنا كنا ولاد الشعب، كنا غادي نمشيو للقبر شبر واحد وربعة الصبح انت واحد ما يدي معاه شي حاجه. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، والسلام عليكم. تحياتي اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه، الله يرحم الوالدين فضلا، الله يرحم الوالدين، لهاد الناس راهم قهوره باش ريسه توصل، الله يرحم الوالدين.